السلام عليكم بنات وشباب مصر ووطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. والنهارده في حلقتنا هقولكم على مشروب واحد بس قوي جدا هيساعد على سيادة الوزن 2 كيلو في 5 ايام. طبعا كل الناس بنسبة 80 او 90% بيعانوا من مشكلة النحافة الشتيتة، او بيعانوا من مشكلة النحافة بشكل عام، وما بيعرفوش او ما بيقدروش ان هم يثبتوا وزنهم عشان خاطر يوصلوا للوزن المطلوب اللي هم عايزينه، سواء كانوا ستات او بنات او شباب او رجالة كبار. فانا احب اطمنكم واقول لكم مفيش داعي لاي قلق خالص، لان ان شاء الله في فيديو النهاردة هعرض عليكم مشروب واحد بس قوي جدا يا مساعد كل الناس اللي انا اعرفهم معرفة شخصية على سيادة الوزن 2 كيلو في 5 ايام. ودلوقتي هنعرف مع بعض ايه هو المشروب ده، يلا بينا. مبدئيا كده انا عايزكم تركزوا معايا، تسمعوني كويس، تتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. هتجيبوا شبشق الخلاط قدامكم او جنبكم، سواء في اليمين او في الشمال، عادي خالص زي ما تحبوا، يعني في اي مكان يريحكم. وبعد كده بقى هتحطوا جوه شبشق الخلاط كوبايه حليب كامل الدسم كبيره بالحجم ده، بالاضافه على كوبايه حليب كامل الدسم 10 قطع من التمر، بالاضافه كمان الى معلقه واحده كبيره من الشوكولاته السايحه، بالاضافه كمان الى معلقه كبيره واحده من السمسم المطحون او الني، يعني عادي حسب المتوفر عندكم، او ان شاء الله حتى يكون على شكل حبيبات صغيره، ما فيش اي مشكله خالص، يعني حسب المتوفر عندكم. بالاضافه كمان الى الحاجه الاخيره، معلقه واحده من المكسرات المطحونه. ممكن تحطوا كل الانواع مع بعض وتطحنهم مره واحده، او ممكن تختاروا او تعتمدوا على نوع واحد بس، مفيش اي مشكله، برضو لكم حريه الاختيار في الحاجه دي. طبعا كل المكونات هتضربوهم مع بعض في الخلاط، ويا ريت ما تشربوش المشروب ده الا لما تلاقوا الحليب لونه يعني بدا يبقى مثلا بني غامق شويه، او هيبقى لونه الابوايت شويه، تمام. وطبعا المشروب ده ممتاز جدا وقوي جدا ومناسب لكل الاعمار ولكل الفئات، وكمان برضو يعني حتى لو انتم ما كنتوش بتعانوا من النحافة الشديدة، المشروب ده هيساعدكم برضو على انكم ايه يبقى فيكم حيل او يثبت وزنكم حاجة بسيطة جدا. فيا ريت تسمعوا كلامي وتنفسوا بالحرف الواحد، وانا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتم ان شاء الله باذن الله في خلال 5 ايام هتثبتوا من وزنكم 2 كيلو بالظبط. وطبعا 5 ايام ورا 5 ايام ورا 5 ايام هتكون النتيجة احسن وافضل بكتير. وانا بنصحكم انكم تشربوا المشروب ده مرتين او 3 مرات في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على احسن وافضل واقوى مشروب هيساعد كل الناس على سيادة الوزن 2 كيلو في 5 ايام، سواء بنات او سيدات او شباب او رجالة كبار، على سيادة الوزن تاني مرة 2 كيلو في 5 ايام. وطبعا اهم حاجة عندي والاهم من المشروب نفسه الاستمرارية والصبر، وان بالكم يبقى طويل عشان مفيش حاجه بتيجي بين يوم وليله. حلوه قوي برضو. ولما توصلوا للهدف بتاعكم انصحكم انكم برضو تبطلوا مستمرين على الوصفه دي مرتين او مره واحده او 3 مرات برضو في اليوم، وهيكون مثلا مرتين او 3 مرات في الاسبوع عشان خاطر تحافظوا على النتيجه بتاعتكم، يعني عشان ما ترجعوش للوزن او للشكل او للشيب اللي انتوا كنتوا عليه قبل كده. حلوه قوي. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. وطبعا مش هوصيكم بقى على انكم تعملوا اللايك الحلو بتاعكم، وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنشر على قناتي واللي بنزلها كل يوم كمان. ولو كنتوا استفدتم الفيديو ده حاولوا على قد ما تقدروا انكم تشيروا الفيديو ده مع اكبر عدد ممكن، مع كل الناس اللي تعرفهم ولا ما تعرفهمش كمان، ينوبكم ثواب يعني. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي على صبركم ودعمكم ليا. وبكده احنا خلصنا حلقتنا، سامحنا بتاعتين دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارد عليه في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت، او تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده، وكمان برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا بيها. بيس.